لسه مستمرين معاكم في حلقتنا لليوم. معانا واحد من يمكن المجموعه المميزه شديد، حنتكلم اكثر ونعرف كمان عن غنى البنات في السودان. صباحك خير يا حنان. صباحك هنا وسرور. سعيده جدا تكوني مشرفانا اليوم. والله مرحب بكم انت ومرحب بالمشاهدين، وان شاء الله نكون خفيفين عليهم. الله يخليكي. بدايه عايزين نعرف عن غنى البنات في السودان، بداياته كانت كيف؟ زمان يمكن بنسمع من حكاوي حبوباتنا على امهاتنا وكذا انه عنده محلة خاصة كده جوانا. والله طبعا لمحة عنه سريعة. هو غنى البنات بدأ من الحكامات، يعني هم اللي كانوا طبعا بيشجعوا الرجال في الحريب، وغنى البنات خاصة يعني طلع من تومات كوستي. من وين؟ تومات كوستي. يعني يمكن هم اللي أسسوا لغنى البنات وكده. فأصلا هو غنى البنات يعني كل واحدة مثلا بتقول مقطع 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 بيعمل غنية، فبقى انه غنى البنات يعني حاجه خاصه به وينفصل عن غنى الحكامات. لكن اساس غنى البنات طبعا من زمان انه هو الحكامات، يعني هم اللي كانوا بيشجعوا غنى الحماسه والسيره. فطبعا دخل التمتم اللي هو دخله طومات كوستي. ايوه. طيب انت قبل شوي قلت انه كل البنات اللي بيكونوا قاعدين وكل واحده بتطلع كوبليه ولا بتطلع مقطع؟ بتعمل غنيه يعني كل واحده يعني الشيء اللي هي بتحسه. ايوه فبتقوله. ايوه فبيطلع في غنية. يعني طبعا انت زي ما عارفه نحن كشعب سوداني ما عندنا الكلام الصريح، ففي التورية يعني حتى لو انا عايزه اوصل رساله بقوم بوصلها بالغنى، يعني بالتورية. أيوة. يمكن بيوصل احاسيسنا، وكمان جزء منه غنى بتاع حماسه، جزء ثالث ممكن يكون كمان وصف عن تفاصيلنا السمحه وتراثنا. أيوة. السوداني وكذا. ايوه. فطيب خليني اسالك انه علاقه غنى البنات كويس بتوصيل التراث والمعنى بتاع الثقافه السودانيه ممكن يكون شنو؟ والله هو يمكن يعني انا بعتبر انه عامل قوي جدا، انه بوصل يعني عاداتنا الجميله زي تراثنا، عندنا الجرتك. أيوة. يعني دي حاجات جميله جدا جدا ما اندثرت ليه، لانه يعني ارتبطت بغنى البنات، فعشان كده يعني يمكن عامل اساسي جدا في الغنى السوداني. طيب بيميز غنى البنات السوداني شو؟ والله يمكن غير مسكة الدلوكة وغير الأصوات. والله إنه غنى البنات ما فيه يعني ما فيه شاعر، يعني أي غنى بكون فيه شاعر وملحن، فيمكن غنى البنات لا، غنى البنات يعني بتسم إنه زي ما قلت لك كل واحدة بتقول مقطع مقطع بتعمل غنية. لا والله يمكن أنا ما جربتها. اوكي طيب نسمع مبروك عليك الليله يا نعومة. هي من التراث السوداني. مبروك عليك الليله يا نعومة، يا حليل ناس ديل الزمان بيجونا. هيك الليله يا عليك الليلة يا نعومة، يا حليل ناس
نازل يا حليل نازل ومبروك عليك الليلة يا نعومة يا حليل نازل الزمان بيجونا. سلام يا سلام. يمكن دي واحدة من أكثر الأغاني اللي بتوصل المحنة والشوق وكمان الشجن اللي نقدر نقول أكثر من يعني أكثر يعني أغاني مش أغنية مشهورة يمكن المبروك عليك الليلة يا نعومة لأنه يعني هي أغنية بتتغنى في الأفراح بتتغنى للعريس للعروس للمسافر يعني يمكن تكون أكثر يعني أغنية جامعة. صح يمكن برضو أحاسيسها قوية شديد يمكن كلماتها بجد بجد مكتوبة كده تقدر تقوليها ب ما بعرف تفاصيلها لكن عميقة جدا. أيوة. يعني طب ممكن ده شنو غنى البنات ممكن يوصل شنو تاني أحاسيس؟ والله كثير يعني في الشوق في الحب يعني عندك مثلا الحزن يعني هي أغاني البنات مترجمة للأحاسيس أكثر من إن هي أغاني. جميل. طب عادة في نظرة كده نظرة مجتمع لغنى البنات عادة بتحسوا يمكن حاجة مختلفة شوية لكن إنه لسه بتلاقي إنه في ناس ماسك الموضوع بتاع غنى البنات ده وبتوصل بيه تفاصيل بتوصل بيه وثقافة سودانية فنظرتك انت للحاجة ده شنو؟ والله انا بعتبر انه غنى البنات ده حاجة اساسية جدا يعني خاصة في التراث يعني بحافظ على التراث بتاعنا بحافظ لنا على الغنى بتاعنا القديم يعني ما بخليه يندثر ارث نقدر نقول ذاته فاكثر من انه يعني هسي الاغاني الجديدة ما عندها عمر يعني يمكن بتجي سريع وبتنتهي سريع لكن غنى البنات لا ليه لانه بتحسي انه يعني بيحرك وجدان الشعب السوداني يعني اي شخص بيكون عنده حاجه في غنية معينه. جميل. يمكن واحده برضه من الاحاسيس اللي بتوصلها غنى البنات جزء منها الحماسه وجزء منه حب الوطن فياريت لو عندك حاجه لحب الوطن كده تسمعينا لسه عايزين نسمع منك تاني. والله اسمعك حاجه حبيبه. اوكي تمام نسمع منك. لاقاني وبهجة وحياني حبيبي ما بنسى يوم لاقاني بهجة وشايقاني ما بنسى يوم لاقاني بهجة وشايقاني من طيب حبيبي سقاني زود علي خفقاني حبيبي يا روحي يا ريحاني يا شعري يا الحاني روحي يا ريحاني يا شعري يا الحاني الزهرة ما فايحاني زي لونك الريحاني حبيبي يا ساعة الوداع عبقاني مخصوص حبيبي يا تاني ساعة الوداع الوداع عبقاني مخصوص حبيبي يا تاني ساحة الوداع عبقاني مخصوص حبيبي يا تاني قل لي يا فتاني قابلني كل يوم تاني حبيبي يا تاني وبيبهجة وحياني حبيبي حبيبي
جدا وجودكم معانا، ويعني بجد اتحفتونا كده ده يمكن من الصباح واخذنا لمحات حول الغنى السوداني. ايوه تسلم ان شاء الله. انا عايزاكي برضو تاني خليكي يردي على حاجه تاني وبعدين منها نسمع نموذج يمكن اخير. جرتك السوداني تفاصيله عميقه شديد، يمكن في زي ثلاثة اغاني، واحده من الاغاني ما ممكن ما بنقدر ما نسمعها، لازم في اي بيت جرتك في اي بيت درس بنقدر نعرف ان الحاره دي بتعين الذهن شغال، عرفتي، زايدا على الزغاريد طبعا وصوت الدلوكه وقعده الاهل واللمه الحلوه دي. فعايزين نسمع تتكلمي اول عن الجرتك السوداني، ادينا بس لمحه سريعه عنه وبعدين نسمع حاجه عنه. والله طبعا الجرتك السوداني اول حاجه يعني فيه الشكر، يمكن نحن بنقطع منه مقاطع من الحكامات اللي هي اللي كانوا بيشكروا العريس وكذا، فعندك يعني يمكن اغنيه ما يعني نحن كفنانات ما نقدر نستغنى عنها، العديله. ايوه يا عديله يا بيضه، يعني يمكن دي الاغنيه الوحيده اللي لها اكثر من 60 70 سنه. يعني حصلت فيها اضافات ولا هي ذاتها بتتغنى بيه؟ لا يعني يمكن الاغنيه الوحيده اللي ما حصلت لها اضافات من ناحية لحي، من نفس النص الاصلي ونفس الكلمات الاصليه هي بتتغنى. يمكن حالاتها ذاتها من غير دلوك يعني صوتها كده براها اكيد اكيد تسمعيها يمكن. سمعت لها؟ تمام، يا ريت لو تدينا كمان نموذج ما في مشكله نسمع منك. رمية جرتك يعتبر مش كده، ادينا بس كوبليه كده وادينا حاجه ثانيه بدلوكه نسمع. ايوه طيب ممكن تدندني بيها براكي. بنا بنا بينا ويا بينا ويا يا بني نهي، بنا بنا بينا ويا بني نهي، بنا بنا بينا ونحمد ربنا قلبي جديد كتم والناس حولنا. يا هلا الله البيت الجديد، يا هلا الله أوتادو حديد. يا هلا الله ده بيت الحلال، يا هلا الله بالمال والعيال. يا هلا الله البيت ينبنى، يا هلا الله بالمال والجناح. الليل الليل العديل والزين إن شاء الله العديل ويا عديل طلع. سلام إن شاء الله عديل على كل الناس الحابين في يوم من الأيام تزعد ويهنيهم كمان. الله يخليك. عايزين حاجة نموذج أخير منك بدلوك الجميلة دي وخلينا نفيض معاك. طيب يا حنوني وعليك بزيد في جنوني الليلة، يا حنوني وعليك بزيد في جنوني الليلة. حبيب منعت وصلاك سهام عينيك رموني، تزيد علي في دلالك وزيد عليك في جنوني الليلة. يا حنوني وعليك بزيد في جنوني الليلة. من نورك المتقل
وجودكم معنا وبجد تعطونا كده ده ممكن من الصباح. تسلمي ان شاء الله، شكرا لك جدا، ان شاء الله دائما داخل السعد وال والسرور كمان في كل الناس. امين يا رب العالمين بوجودك. تسلم الله يخليك. شكرا لكم جدا متابعتكم لنا. حنطلع فاصل قصير ومن بعد راجعين.